طبعا مرحبا بيك ألسي ويانا بكلام معاك. كيفك حبيبتي؟ كيف كانت بداية علاقتك بزوجك؟ بداية علاقت بزوجي كانت بلشت كانت بأستراليا. كنت وقتها أخذ إجازة من الشغل، فنهار من الأيام ابن خالتي قرر أنه يزبط دينر وعزم أصحابه، وبهالسهرة يعني بالعشاء تعرفت على كريستوفر اللي هو حاليا زوجي. سبحان الله، نصيبك كان بهذاك اليوم رايحة سياحة ولقيتي العريس. طب ترددتي لما عرفتي أنه أنت ممكن تدخلين بعلاقة حب عن بعد؟ هلا قبل بنهار من ما فيلم من استراليا قعدت معه وتعرفت عليه اكثر، ووقتها قلت له انه انا بعرف انه العلاقه عن بعد صعبه حسب ما بسمع، فقلت كمان ما عندي شيء اخسره فمنجرب. طب بتخبرينا شو المتعب بالعلاقه عن بعد وشو المجهود اللي بتضطري تعمليه تنجحي هيدي العلاقه؟ هلا من الاشياء الاتعب شيء بالعلاقه اللي عن بعد هي انه رح يجي كثير ايام ويكونوا أصحابك ظاهرين سوا، يمكن كابلز كل وحدة مع زوجها وأنت تكون زوجك بعيد مش قادر يكون معك. سؤالي لك يا دكتور، متى أقدر أعتبر العلاقة علاقة عن بعد؟ أولاً خلينا إذا تسمحون لي أقسمها إلى تقسيمات أساسية عشان يسهل الكلام فيها وتكون التفاصيل فيها سريعة وما يكون فيها أشياء غير مترابطة. إحنا عندنا محاور عديدة حقيقة في كل العلاقات الإنسانية. العلاقة الإنسانية خاصة العلاقة الأولية اللي زي الزواج تقوم على بذل الطرفين لكل ما أوتيوا من جهد إيجابي لإنجاحها، كانت علاقة قريبة أو أنها بعيدة، وهذه يعني من البيسك الأساسية لكل نجاح علاقة زواج بالدرجة الأولى. إحنا نمر على ثقافات المجتمعات المحلية وتأثيرها عن فكرة البعد والقرب، وهذه لها اتصال بمواضيع عديدة قد يكون منها الحاجة إلى الهجرة للعمل، وهذه في البلدان العربية وفي البلدان العالم كلها موجودة. وفي اللي نسميها احنا البعد الإجباري، وهناك مقابل البعد الاختياري. البعد الاختياري أنا في مثلا في نفس المنطقة ولكن في opportunities أو فرص تحدث في منطقة مختلفة عن المنطقة اللي أنا وزوجتي موجودين فيها أو خطيبتي أو زوجة المستقبل، فيكون مثلاً لابد من يعني حدوث فرقة سواء كانت طويلة أو قصيرة، وهذه برضه من الأشياء اللي الناس يعني في الغالب في بداية العلاقات تكون يعني من الأشياء السهلة أنهم يتعاملون فيها أو يعتقدون أنها من الأشياء السهلة لأنهم يكونوا متحمسين جداً للعلاقة، وهذا أمر إنساني طبيعي. يعني أي تنظيم إنساني يعني فيه علاقة عن بعد حيكون فيها تأثيرات. الآن أنتم في الاستوديو عندكم تواصل مختلف عن تواصلي معاكم الآن أنا من خلال الزوم، هذا وإحنا في نفس اللحظة نتكلم لكن التفاعلات حتكون مختلفة. ماذا لو انقطع الاتصال قليلا أو حدث شيء فني؟ حيكون هناك إشكال بسيط في تواصلنا، وبالتالي هذه تخيليها في الاتصال مع الإنسان اللي مهم جدا في حياتك حيكون فيها تبعات للعلاقات البعيدة المدى، بعضها يبين في البداية وبعضها يبين في الآخر. أهم والتي لا يتكلم عنها الناس كثير حقيقة اللي هي العلاقة الحميمة، والإنسان له حاجة. الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية تكلمت عن أهمية العلاقة الحميمة بين الزوجين، وحتى حددت معظم الشرائع أنه 3 شهور قد تكون قصة مهمة. دكتور منصور، عندي سؤال تاني لإلك. شو هي الأضرار العلاقة عن بعد على ثباتها وعلى نفسية الشريكين؟ الدراسات تكلمت عن أن هناك اتجاهين. في بعض الدراسات تقول أن العلاقة عن بعد ما فيها ضرر كثير إذا الزوجين يبذلون جهد متكافئ وعندهم القدرة على أنهم بين الفترة وفترة يكون هناك لقاء ويكون لقاء محدد، وخاصة لما يكون ما في أطفال حيكون المسألة سهلة عليهم. عندنا احنا في السعوديه ويمكن في البلدان العربيه مثل يقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، هذه يحتاج لها شويه يعني في بدايه العلاقه ما تكون ما تكون يعني ظاهره مخيفه، لكن مع الوقت قد تكون مخيفه. الناس عندما تبتعد اكثر من سنه فيها اشكاليه. اذا كان الابتعاد اقل من سنه من 3 شهور فيها قد لا يكون هناك اشكاليه.